بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. اليوم محاضرتنا أو مختبرنا راح يكون عن الانتيجيومنتري سيستم أو السكين، وراح ندرسه على أساس أنه تركيبة ووظيفته وكذلك المشتقات من الجلد. لأن تعرفون هذا المختبر طبعا يعتبر من المختبرات الهامة، اللي هو بالضبط تقريبا مادة مختصرة لما أخذته بالنظري، وأنتوا في هذا الظرف تحتاجون لاختصار المادة. فممكن أنه أنت إذا سيطرت على مادة النظري أو العفو على مادة العملي راح تكون مسيطر على مادة النظري، لأن هي نفس الداتا تقريبا. الآن راح نجي ندرس العلم اللي راح يتناول دراسة الجلد، نسميه بعلم أو يسمى بعلم الديرماتولوجي، the study of the structure, composition and function of the skin. إذن العلم اللي يدرس تركيب ومكونات ووظيفة الجلد نسميه بعلم الديرماتولوجي. طبعا تعرفون أنه الجلد هو أكبر عضو أو أكبر جهاز في جسم الكائن، وخاصة احنا بالنسبة لنا راح الآن يعني عب هاي الجزئية راح نتحدث عن الإنسان، فهو يزن تقريبا 5 كيلوغرام من وزن الجسم، ويشمل ويغطي كل الجسم. طبعا الجهاز الجلدي له فوائد، أول شيء وظيفة الحماية من المؤثرات الخارجية، ثانيا يعتبر كحاجز ينظم ويعمل على حاجز لتنظيم دخول وخروج المواد من الجسم، ينظم حرارة الجسم، وكذلك يصنع ويخزن الفيتامينز المهمة مثل فيتامين دي، وكذلك سنسوري فانكشن يعني وظيفة حسية ووظيفة إخراجية للتعرق. هذا بالنسبة لوظائف الجلد، أرجو أن تأخذوها بنظر الاعتبار لأن هي من الأشياء المهمة. طبعا الجلد يتكون من 3 طبقات رئيسية. الطبقة الأولى الإبيديرمس، طبقة البشرة، وهذه تمثل الطبقة الخارجية ومنشأها الجنين هو اكتوديرمي. أما طبقة الديرمس فهي اللي تقع تحت طبقة الإبيديرمس أو نسميها هذه الأدمة. الطبقة الثانية نسميها الأدمة وهي منشأها ميزوديرمي، لأن هي بالحقيقة كونكتيف تيشو. فإذا متى سألناك أنه وصف لنا الديرمس مباشرة تكتب كونكتيف تيشو تحصل على درجة كاملة. وتعرفون انتو الكونكتيف تيشو شنو بي؟ بي فايبرز، بي مادة اساس، بي خلايا، وهو اللي يقوم بالتجهيز الدموي والى اخره. الهايبوديرمس هي الطبقة اللي تقع تحت الجلد واللي يسموها سبكوتينيوس. هذه هي طبقات الجلد الثلاثة. هذه هنا فد دايجرام او فد تيبل معين انه يقول لك هذه موقعها، موقع الأدمة، موقع البشرة والأدمة والهايبوديرمس، كل واحدة موقعها. هذه طبعا للخارج، هذه تحتها، وهذه تحتهم كلهم. هذه الإبيديرمس دائما تكون طبقة ثين، هذه تكون ثيك، وهذه نوعا ما يعني لأنهم أيضا من الكونكتيف تيشو. الهيستولوجي مالتهن، هذه الطبقة الإبيديرمس هي عبارة عن إبيثيليال لاير، يعني طبقة طلائية، وانتو اكيد هاي احنا درسناها بالانسجة العام الماضي. اما طبقة الديرمس مثل ما قلت لكم، ديرمس يعني كونكتف تيشو، فنشوف بالكونكتف تيشو شنو اكو، اكو ماسكولار، اكو نيرفس، واكو باسكولار يعني التجهيز الدموي والعصبي والعضلي. هذه هنا ممكن حتى تكون نسيج دهني، سامعين انه الدهن اكيد ينخزن تحت الجلد. الفاسكولاريزيشن يعني التجهيز الدموي، هذه يعني ما طبقة الإبيديرمس من مواصفاتها أنه ما بيها تجهيز دموي، ترتشف المغذيات من الطبقة اللي تحتها اللي هي طبقة الديرمس. هذه فاسكولار، فاسكولار لأن هي كونكتيف تيشو، أي كونكتيف تيشو هو لازم يكون فاسكولار. هذا كلية للإطلاع فقط حتى تعرفون. هسه كومباراتيف أناتومي أوف سكين، يعني إحنا هسه راح ندرس كل كائن شلون يكون بيه جلد. أنتوا لازم تخلي ببالك كل ما تقدم الكائن بالتطور كل ما يزداد جلده أو طبقات جلده بالنمو والتطور والتخصص، بحيث من توصل للمامليان راح نشوف أنه الجلد في قمة تطوره. فلو نجي على هذا الحيوان اللي درسناه بذاك المختبر انه هو الرميح، راح تشوفون انه جسمه عبارة عن
هو كله عبارة عن كائن بسيط، فقط عنده بشرة وأدمه، يعني عنده جلد لكن كلش يكون صح، عنده بشرة وعنده أدمه لكن كلش تكون سمبل، يعني البشرة إله فقط ثين لاير، والأدمه أيضا هي عبارة عن كونكتيف تيشو. فإذا نقول لك وصف الجلد في الرمح شو تقول؟ تقول very simple single layer of epiderm وconnective tissue بالدير، بس هالكلمتين تقولهن. هذا هو الجلد المجهري، هاي طبعا صورة المجهر نفسه مالتنا، هذه هي تشوفون طبقة واحدة من الخلايا المكعبة، وهذا الخط الأحمر الجواها هو هذه طبقة الديرمس، هذه epiderm اللي احنا مشرين عليها سبل بوينتر، وهذه طبقة الديرمس. very simple. حيوان اللامبري نفس القضية، لأن هو أيضا من الحيوانات القليلة التطور، هذا هو اللامبري. لكن شنو فرق هذا الحيوان الرميح عن اللامبري؟ إنه فقط البشرة صارت من عدة طبقات من الخلايا الإبيتيليال، والأدمة هي أيضا تكتب بس كونكتيف تيشو. زين، تقدمنا شوية بالتطور، إحنا على الأسماك الغضروفية الكوندروكثايز شارك، راح نشوف ايضا عندها ابيديرم، هذه هي الابيديرم اللي تشوفوها ثين لاير من الابيديرمس، وهذا كله ديرمس، هذا كله ديرمس، يعني انعكست الآية. هذا تشوفون هاي الطبقة الخفيفة، هاي طبعا ايضا صورة المجهر مالتنا، هذه كلي تبس الفاتحة اللي تظهر باللون الفاتح اللي كأنما طبقة مخاطية وحتى قليلة الخلايا، هاي كلها بس ابيديرم، وهذه كليتها هذه العريضة منا الى هنا، هذه كليتها شنية؟ هذه الديرمز. زين، هذه شنو هي التراكيب اللي ناتئه من عندها؟ هذه هي اللي يسموها البلاكويد سكيل، الحراشف الادميه، الحراشف اللي موجوده بالشارك او اللي موجوده بالاسماك الغضروفيه، اللي تكون بلاكويد يعني تكون سبايني وكلش حاده، بحيث من احد يلمس جلد الشارك راح يتحسس عليه، راح يشوفه كلش خشن وشائك. وهذه هنا هي هذه الصورة مكبرة لهذه الصورة. إذا سألوك شنو البشر أو شنو الجلد بالشارك، شو تقول لهم؟ thin layer of epiderm وال large layer، أو شو تكتب؟ connective tissue layer، بس أهم شيء تكتب إنه أكو placoid scale، يعني عندها حراشف. راح نجي على الأنفيبيا، راح نشوف إنه الإبيديرم تتكون من 5 إلى 6 طبقات، هذه هي الإبيديرم، هذه كلها هي البشرة، منا إلى هنا بشرة، ومنا إلى هنا هذه هي الأدمة، هذه هاي 5 إلى 7 طبقات بشرة وكلها إبيثيليال. من نسألك على البشرة بدون تردد تكتب إبيثيليال سيل، بغض النظر عن أنواع أشكال بيها، أنواع من الخلايا مو مهمة يعني تعرفها، وهذه هي طبقة الأدمة. راح نشوف انه من بهذا الحيوان يحتوي على نوعين من الجلانس، اول وحده اذا هو نوعين من الغدد، غده ميوكس جلاند وغده بويزن جلاند. الميوكس جلاند تفرز ميوكس، والبويزن جلاند تفرز ماده سامه، ماده سامه مره. خلينا نجي ناخذ هسه بالشكل المجهري، هذا طبعا صوره مجهرنا، هذه الطبقة الفوق الجوزية اللي تظهر عندكم، هذه كلها جوزية هي عبارة عن بشرة، وهذه منا إلى هنا، منا إلى هنا لحد هذا الحد الجوزي اللي يبين مثل العضلات، هذه أدمة، منا إلى هنا أدمة، وهذه السابكوتينيوس يسموها. زين، هذين الدوائر شنو؟ إذا دوائر هواية وصغيرة يعني نيوميراس اند سمول، تكتبون من الأشر لك what is the pointed part، تقول mucus gland. إذا كبار وقليلة تقول poison gland. فإذا أشرنا لك على هاي بالامتحان يقول لك what is the pointed part، تقول mucus gland. إذا أشرنا هنا شو تقول؟ تقول poison gland. خلاص، هذه جلد الضفادع، والضفادع من الحيوانات اللي جلدها ما يحتوي على أي مشتقات سواء الثقاليل اللي نشوفها، وهي هاي مو مشتقات، هي عبارة عن بروزات من الجلد، يعني ماكو لا تعتبر مشتقة ولا شيء. نجي على الزواحف، هذا هو جلد الزواحف. طبعا الزواحف اهم ما يميز الزواحف عن غيرها انه طبقة الابيديرمس مالتها تكون كلش متثخنة، وطبقة الكورنيفايند او طبقة، يعني هو البشرة طبعا ايضا متكونة من طبقات، احنا ما رد نذكر لكم اياها للتسهيل عليكم،
طبقه الكورنيفايد بي هتكون كلش سميكه. فذا ابيديرمس كوفر وذ هورني ابيديرمال سكيل، اذا اول شيء انه هي متغطايه بابيديرمال سكيل، عندها سكيل على جلدها يعني عندها حراشف على جلدها، وطبقه البشره تحتوي على طبقه سميكه من الخلايا المتقرنه. وطبعا كلش تكون عدد الغدد بهذه الزواحف يكون كلش قليله، وانتم يمكن اخذتوها بالنظري. والديرمس ايضا تتكون من كونكتيف تيشو. دائما خلي ببالك ملاحظه، امتى ما سالوكم على طبقه الديرمس قول كونكتيف تيشو وفض يعني واختصر الموضوع. وين دي يصير بس التغيرات؟ تصير على طبقة الابيديرمس، لكن هو ان جنرال دائما الابيديرم او العفو دائما طبقة الادم هي طبقة الاسنان، طبقة التغذية الدموية، طبقة التغذية العصبية، طبقة العضلة. فمختصر مفيد حتى تختصر كل هذا اني تكتب connective tissue contain vascularization و nervous او الاعصاب تحتوي على العضلة. هذا هو في اي كائن نجيب لك اياه. راح نجي على الطيور. الطيور هنا راح تنعكس الايه انه دائما تكون طبقه الابيديرمس تكون ثل لاير، بينما طبقه الديرمس تكون اكثر. وتلاحظون انه يكسو جلد الطيور، يكسو جلدها الحراشف، يكسو جلد الطيور الحراشف. الغدد اللي موجوده بالطيور فيري راير، كلش قليله، هن فقط غدتين اليوروبيجيال جلاند والاويل جلاند بس، هذه هي الغدد اللي موجودة بالطيور. زين الديرمس كونسيست اوف كونكتيف تيشو، تلاحظون احنا كل ساعة نكرر نفس الملاحظة. هذه هي الشكل المجهري او هي صورة مجهرنا بالحقيقة. هذه هي طبقة، تشوفوا الطبقة الخفيفة اللي لا تكاد تظهر، هذه هي طبقة الابيديرمس وهذه كلها طبقة الديرمس. هذه شنية اذا اشرنا لكم عليها؟ هذه الفيذر فوليكل، هذه حويصلة الريشة. لان هي بالحقيقة اللي يصير شنو؟ انه البشرة تنبعج الى الداخل، وبعدين هذه الحويصلة تستقر بالادمة، لكن هي بالحقيقة شنو منشأها؟ هي منشأها من البشرة. البشرة تنبعج الى الداخل، من تنبعج الى الداخل حتى تطلع منها تنبثق الريشة. فوين تستقر هذه الفوليكل؟ تستقر بالأدمة، ما تستقر بالبشرة، لأن قلنا البشرة very thin. فإذا تستقر بيها شي يصير بيها؟ يعني مباشرة الريشة تنزع بسهولة. وانتو تلاحظون أكيد شايفين الطير أنه شلون الريشة تتكون من أجزاء جدا سميكة، ومن نشلعها من جلد الطائر تخلي فد بور أو فد حفرة كأنما في جلد الطائر. زي رح نجي على السكن في الماملين. هنا أريدكم شوية تعتنون بالموضوع، لان راح تلاحظون انه السكن بالماملية وصل الى قمة تطوره، بحيث ان الابيديرمس راح تتكون من خمس طبقات رئيسية. طبقة الكورينيوم سموها ستراتم كورينيوم، ستراتم لوسيدم، ستراتم الكورينيوم يعني الطبقة المتقرنة اللي شايفيها بالجلد لما يعني ينزيل الجلد، او بعملية الغسل ينزال الجلد، او بعملية السكرابينج، هذه الطبقة المتقرنة اللي من يسوي يعني او نفرق جلدنا راح ينقشر او تتقشر الجلد، هذا كليته الستراتم كورينيوم، تكون طبقة جلدية ميتة. طبقة اللوسيدم يسموها الزجاجية. الجرانيولوزم الطبقة اللي تكون محببة، وطبقة السباينوزم، وطبقة الجيرميناتيفم اللي هي راح تولد كل هذه الطبقات. يختصروها بالانجليزي على مدمة النسي بي سمايل تو جين لوف اند كونفيدنس بي اس جي ال سي، هيجي يعني تنحفظ، حتى تنحفظ لان هاي الطبقات كلش مهمة انه تحفظوها وتعتنون بها، قد تجيكم بها سؤال. الطبقة الابيديرمس قلنا تتكون من خمس طبقات اللي هي كورينيوم المتقرنة اللي تنزال بعملية السكرابينج او اي عملية التجديد البشرة، هذه اللي هي تنزال ويقولون دائما نسوي سكرابينج حتى تتجدد بشرتكم، لان تجمعها يسوي سكار ويسوي سد للمسامات. الطبقة التي تليها والتليها ذني كلهم طبقات حية، بس هذه الطبقة ميتة تفقد الخلايا انويتها لانه تكون مثخنة بمادة الكيراتين حتى تحمي الجلد هي بالحقيقة. طبقة الجيرميناتيفم يعني المولدة، وهذني يعني لهن وظائف معينة انتم بصددها. الطبقة الثانية طبقة الديرمس،
هنا الطبقة راح يصير بيها outer layer اللي هي تكون من اللوس كونكتيف تشو. انتو سبق وان ماخذين اللوس كونكتيف تشو النسيج المفكك اللي تكون الاربطة مالتا والفايبرز بي مفككة والخلايا منتشرة بالمادة الاساس. اما الطبقة الثانية فتكون من الكومباكت كونكتيف تشو اللي هي تكون مرتبة باتجاهات تترتب بها الالياف باتجاهات مختلفة حتى تنطيها الدعم والاسناد مثل ما انتو ماخذين بالانسجة بالصف الثالث. The skin of mammals contains some glands. طبعا هناك العديد من الغدد في جسم الماملين منها السبيشيس جلاند والسويت جلاند. وتعرفون انه السبيشيس جلاند مثل ما انطيتكم بالنظري انه راح تتحور من عندها عدة غدد، والسويت جلاند ايضا راح تتحور من عندها عدة غدد. منين يكتسب الجلد الوانه؟ يكتسبها من الميلانو سيل او اللي نسميها الميلانو سايت in the epiderms. الجلد يكتسب لونه منين؟ هاي نقطة جدا مهمة وتركزون عليها. يكتسب الجلد لونه من الميلانوسايت او الميلانوسيل من خلايا الميلانين. هذا الموضوع في كل شرحته هو اهم موضوع، اريدكم تركزون عليه. هذه هي الطبقات، هذه الكورينيوم دشوفوا شلون طبقة مفككة وانتم اكيد درسوها بالانسجة بصف ثالث. هذه الطبقة اللي يسموها الزجاجية اللوسيدم، هذه هي الكرانيولوزم، هذه الاسباينوزم، هذه هي البيزالي او يسموها الجيرميناتيفم. هذه هي الطبقات الجلد الرئيسية. زين، هذه صورة مجهرنا اللي انتو العام اخذتوها. هذه هي طبقة الكورينيوم، هذه اللوسيدم، هذه بقية الطبقات الى ان نوصل الى طبقة الطبقات الكونكتيف تيشو اللي احنا ما لنا علاقة بيها الان. الدريفيتيفز اوف سكن لكل نوع من الحيوانات اللي ذكرناها هسه وذكرنا الجلد بيهن عده نوع من المشتقات الجلديه. فقسم من الحيوانات مشتقاتها تكون ناشئه من البشره يسموها ابيديرمال دريفيتيفز. فاول ما راح ناخذ الابيديرمال دريفيتيفز العفو راح نقول اول شيء السكيل الريبتيليا والبيرد. الريبتيليا كل جسمها تغطي الحراشف، بينما بالطيور تغطي الحراشف الأرجل وبعض المناطق مثل قاعدة المنقار. وباللبان طبعا أكو هم أيضا أكو قسم منهم مثل الأرميدولاس اللي هو المدرع، وكذلك ذنب الفئران وجردان أيضا به سكيلز. الهورنز أيضا هي تعتبر من الملحقات ومثالها الهولو هورن إن كتل والأوكس والجود، يعني شايفين القرون. او اكو قسم يسموها انتلر اللي هي اللي موجوده بالغزلان، بس ان شاء الله نشوفهم كلهم. الكلاوز والنيل والهوفز، احنا عندنا بالنسبه للانسان وبعض الحيوانات عندهم نيل، عندنا اظافر، وحيوانات عندها مخالب. المخالب بالمناسبه تظهر بالزواحف في الطيور واللبان، يعني بين قوسين بالامنيوتا اللي ذكرنا شنو يعني امنيوتا. فاوند ان امنيوتس، الامنيوتات هي الحيوانات اللي يكون فيها الجنين محاط بأغشية، وقلنا منين تبدي من الزواحف انتهاء بالماملين. الفذر فقط من خاصية الطيور، فإذا نسألك الطيور هم ميزة لها أو إذا تكتب بس عندها ريش إحنا نخليلك صح، لأن هي الريش هو من خصوصيات الطيور فقط، ماكو حيوان عند الطيور عنده ريش. الهير إن ماملز، وإحنا قلنا أحد مواصفات الماملز الرئيسية إنه جسمها عنده شعر. الديرمال دريفيتيفز او المشتقات الادميه، هذه كلها اذا نقول لك ليست ذا ديرمال دريفيتيف تكتب لنا هذه ليست ذا ابيديرمال دريفيتيفز، عدلنا المشتقات البشريه تذكر لنا هذه، العفو تذكر هذه كلها. نقول لك ديرمال دريفيتيفز تذكر لنا فقط السكيل بالفيش والاكسترنال سكيلتن اوف تيرتل. شايفين السلحفات الجزء الداخلي من الصدفة مالتها، هذا يسموه الانترنال او يسموه الاكسترنال سكيلتن، الغلاف الخارجي او الهيكل الخارجي للتيرتل. مو عندها صدفة نسميها كرباس، من نفتح الحيوان ونشوف البطن الداخلية للصدفة هذا يسموه الانترنال سكيلتن. هذا هو الاكسترنال سكيلتن، والجزء الداخلي اله هو يكون عظمي والجزء الخارجي اله يكون منشأة بشري. بعدين هسه ان شاء الله ناخذ الابيديرمال دريفيتيفز. راح ناخذ اول شيء بالمامالز. الهير
الشعرة تتكون من الشيفت والبالب والروت. راح ناخذ هير، نيل، كلاوز، هوفز اند هورس. فاذا سألناك شنو هي المشتقات البشرية اللي راح نشوفها بالمامز، شو تقول؟ عندها هير، عندها اظافر، قد يكون عندها كلاوز او عندها هوفز حسب الحيوان. اذا انسان وجماعته راح نشوف عندها اظافر، اذا كلاوز مثل القطط والكلاب والقرود والاسود والفهود وهذه حيوانات والذئاب واغلبها هي كلها عندها مخالب. الهوفز بالحيوانات المجترات الانجيوليتس يسموها، بالكاو بالبيكس بالجوت باي شيء، يعني هاي الحيوانات اللي هي مجترات يسموها ذوات الافلاف او الحوافر. الهورنز بالانجيوليت، وممكن انه نشوفها ان هي مو بس هورنز وانتلرز، راح نشوفها بالحيوانات مثل الغزلان وغيرها. بالنسبة لتركيب الشعرة قلنا هسه هي احنا بعدنا بالمامز ابيديرمال دريفيتيفز، هاي من نقول لك عددها انت تذكر لنا هذه ليس مامز ابيديرمال دريفيتيفز، 1 2 3 4 5. بس اذا سألناك من شنو تتكون الشعرة، parts of hair، هذه هي، هذا طبعا جلد، هذه هي الشعرة، هذا جزء الطالع من الشعره نسميه الشفت، هذا الجزء اللي تستقر هنا بي ايش نسميها، نسميها حويصله او بويصله الشعره. تلاحظون انه بيها تجهيز الشعره دموي وبيها تجهيز عصبي، لذلك لما تنشلع الشعره تسبب الم للحيوان اللي انشلعت منه وحتى احنا الانسان كذلك. هذه الشعره مسنوده بعضله محركه، مسنوده تفرز او صبيه غده سبيشيس جلاند، وهي كلها انتم مغضيب النظر ودا نرجع نكرر هنا. هذا هو نصل الشعرة او نسميه الهير شيفت، هذه هي الهير بالب، وهذا جو المادة الاساس. هذا كله اللي يغطي الشعرة هي عبارة عن خلايا كيراتينية ابيثيليال سيل، يعني خلايا حرشوفية ميتة. هذا كل ما اريده منكم، اللي اريده فقط تعرف انه الهير بالمامز، الهير بالمامز فقط. زين راح نجي على الاظافر. الاظافر طبعا وين ندرسها؟ راح ندرسها بالانسان. هنا تكتب الهير بالمامز، لكن من اجي اقول لك على الاظافر ما تقول لي بالمامز، لا تقول لي مكان وجودها بالهيومن بالانسان. هذا هو الاظفر مثل ما تشوفوا، هذا اهم شيء تعرف انت بالاظفر. هاي طبعا كليتها التراكيب، النيل روت هذا الجزء اللي ينبثق من الاظفر، هذه هي الخلايا اللي راح تولد لنا الاظفر. النيل بيد هذا المادة الفليشي او اللحمية اللي راح يستقر عليها هذا الاظفر، اللي تكون كلش مؤلمة من ينشلع من عندها الاظفر. واللونة هذا هو الهلال اللي الابيض اللي تشوفوه باطراف اصابعكم، هذا اللي اريدكم تعرفوه عن الاظفر. هذا التشريح، هذا العظم، هنا الروت مال الاظفر، هذا هو الهير النيل روت او العفو النيل روت او جذر اللي منه راح يبدي نمو الاظفر. ولذلك تشوفون اذا احد انصاب بهاي المنطقه الاظفر اللي راح يطلع يا اما متضرر او ببقعه سوداء، اذا منتبهين على هذا الموضوع. اهم شيء تعرف الاظفر مقارنه بغيره من الاظلاف، لان الاظافر والكلاوز والاظافر والمخالب والحوافر كلهم اصلهم التركيبي الجنيني واحد، هو 3 اجزاء. انقص، هذه هي الانقص اللي هي نفسها، هذه هذا الجزء هو الانقص، وهذه هي البليتة اللي موجودة، هذه هي طبقة الانقص، هذه السب انقص اللي من تقلب الاظفر تشوفها، هذا الجزء المقعر هسه من فوق يصير الاظفر محدب من جوا مقعر في هذا المكان بالضبط. هذه هي الباد، هذه هي الباد، مو نفسها هنا البيد، هذه باد، هذه باد يستند عليها الاظفر، هذا اصبعنا الجزء اللحمي او العضلي من الاظفر. اذا عندنا انقص، ستاب انقص، وباد، هذني تراكيب كل هنا ما اريدها من عندكم، هذه فقط حتى تعرفوها. اللي اريده منك من اقول لك انطيني اكزامبل على النيل ما تحير بيها، تقول لي فقط بالهيومن. من اقول لك من يا دريفيتيف تقول لي ابيديرمال دريفيتيف. راح نجي على الهوفز، الهوف وين راح ندرسها؟ موجوده بالانجيوليتس، انجيوليتس يعني ذات الحوافر، يعني ذا كل هذا اني ما كتبت لي اياهن، وكتبت لي بس هاي خلي لك صح، لان هم هذه تشمل هذول كلهم. ما تذكرت هذه بس كتبت لي هاي، لان انا اللي اريده منكم بهذا السؤال فقط انه اسالك التركيب
وين موجود، لكن هذا الآن إذا أشرحه فقط حتى تعرف وجه التشابه، لأن إحنا تشريح مقارن. لو أجينا على الحافر راح نشوف هذا هو الإنقص، أو خلينا نقول هو هذا الإنقص، هذا هنا الإنقص، هذا هو الإنقص، هذه هي منطقة الساب إنقص، وهذه هي البيد. فشوفوا نفس التركيب بالضبط، هذا الإنقص، هذا ساب إنقص، يعني من أجي هنا أحولها حصير هذه إنقص، هذه ساب إنقص، وهذه بيد. راح تشوفون انه تسمى بالظلفيات كل وحدة على شقد اصابع، مثلا هسه الخنزير عنده 4 اصابع، هذا الحيوان عنده 3، هذا الى اخره، هذول كلهم انجيوليت. البقرة، الخنزير، هذول كلهم all of them، هاي الحيوانات كلها هي كليتها من جماعة ذوات الحوافر. راح نجي على المخالب، المخالب من نسألك وين تندرس؟ صح احنا هسه ندرس هذا من موضوع الماميليان، لكن هي موجودة ان امنيوتك كلاسز، موجودة بالكلاسات مال الأمنيوتا. إذا سألتك شنو هي الكلاسز أوف أمنيوتا، وهذا سؤال مهم، راح تقول لي الكلاسز أوف أمنيوتا إز ريبتيليا، إيفس، أند ماميليان. إيفس يعني طيور. طبعا هذا بالنسبة إلى المخالب، طبعا راح احنا هنا ماخذيها لين ندرسها على مستوى الماميليان، راح نخليكم صورة الدب وهي الكلب والبقاط وغيرها كثيرة من الحيوانات هي عندها مخالب. لكن لو نجي نقارن هسه هذا المخلب بجماعته او باشباهه، راح تشوفون هذا هو جزء الانقص اللي هو هذا البرة، هذا هو جزء الانقص، وللداخل من عنده الطبقة اللي تكون يسموها فلاكي، يعني ايضا هي تشبه الاظفر او تشبه المخلب وتكون كلش متقرنة وحتى صليبة نوعا ما، نسميها السب انقص، وهذه هي طبقة الباد او البادة واللي يستند عليه. وهذه هي نفسها كررت لكم الصور على مود تشوفون الترابط بهذا الاساس، وهذا بالنظري نفسه موجود. اهم شيء تعرف اذا اقول لك من شنو يتكون مخلب، غفر، ظلف، تقول لي انقص، سب انقص، اند باد. هذني الثلاثه ماكو غيرين، ما اريد ذيك التفاصيل. هذه بالنسبه لكم نعطيكم هذه مخالب الطيور، وهذه الحراش اللي قلت لكم عليها بالطيور، هذه بالنسبه للزواحف، واحنا شفنا بالدب كحيوان. الآن راح نجي على الهورن آن أنتلر، وأيضا هي من الماموس إبيديرمال دريفيتيفز. هل أكو فرق ما بين الاثنين؟ أكيد أكو فرق. الفرق ما بيناتهم هم بالحقيقة هذول الاثنين عبارة عن العظم الجبهي لهذا الحيوان، أو هذا الحيوان يبدو أو يبدي بالنمو للخارج حسب يعني المرحلة العمرية للحيوان، كل ما ازداد عمره كل ما طال قرنه أكثر وقوة. فهذا بالنسبة للحيوانات مثل الأبقار، أو يسموها عائلة، أو يسموها البوفيتس، أو يسموها عائلة الأبقار، أو هي حتى الأغنام والجوتس والبايسن وغيرها، هذه عندها قرن. لكن إيش راح يصير؟ إنه هذا القرن راح يبدي هذه المنطقة اللي موجودة في أسفل أو في بداية القرن، راح تبدي تفرز الخلايا مالت البشرة هنا، راح تبدي تفرز مادة أو خلايا كيراتينية تبدي تحيط بهذا القرن، وتكون مادة، تعرفون انتم مادة الكيراتين هي مادة قوية وصلبة، وهي أساس القوة اللي يكتسبها الجلد، سواء كانت وهو أساس الحماية، وكل ما ازداد وتكاثف في مكان كل ما زادت كل ما زاد هذا المكان قوة وكل ما زاد صلابته. فهذا يسموه هولو هورن. ليش؟ لانه من يموت الحيوان ممكن انه يكون يخرج كشيء يعني مجوف وفراغ، هذا الصوره خير مثال على ذلك، وحتى يستخدموه في الالات الموسيقيه في بعض الاحيان. اما هذا الانتلر فنفس الشيء، يبدي ينمو الجلد، لكن هذا الجلد اللي يحيط بهذه الانتلر كانما جلد الوجه، ويكون حتى فلافي او يعني يكون ملمسه مثل القذيفه، مخملي، يسموه ملمس مخملي، وهو عباره عن جلد طبيعي وحي. هنا جلد ميت، هنا جلد حي. هنا ليش ميت؟ لان هو عباره عن كيراتين، ماده كيراتينيه، وتعرفون اينما وجد الكيراتين تموت الخلايا، سواء كانت في الشعر تموت خلايا الشعر، وتكون عباره الشعر عن خلايا حرشوفيه، مجرد خلايا حرشوفية، لكن هنا هو عبارة عن جلد حي. فلو تقربون صورة يعني بالانترنت وتشوفوها راح تشوفون انه مثل القذيفة، وحتى يصير له شيدنج باستمرار، هنا بالعكس باستمرار يصير قوي، باستمرار تزيد سماكته. الامر الاخر هنا موجود في كلا الجنسين، يعني ذكور واناث موجود عندهم القرون، هنا قد تكون فقط في الذكور. وعائلة السيرفتس هنا بعائلة البوفيتس،
وهنا مصنوع من الكيراتين، هو هنا عبارة عن عظم متغطي بجلد ارتيادي. هنا يقول are permanent، هنا يكون دائمي، لكن هنا ايش راح يكون بالجلد المحيط به؟ راح يكون shed and regrow، وهذا يستمر بالنمو والتفرع طيلة فترة حياة هذا الحيوان وجماعته. طبعا هذا هي صورة المختبر، هذا هو يسموه القرن الجبهي، او هذا هو العظم الجبهي يبرز منه، وهذا هو مغطى بمادة الكيراتين، المادة السميكة الصلبية. هي طبعا مادة الكيراتين بالضبط هي مادة الاظافر بس على اقوى. الان راح نجي على الـ بيرز ابيديرمال دريفيتيفز. طبعا نرجع لهذا الموضوع، بالنسبة لهذا الموضوع فقط اريدك تعرف لي انه الانتلر وين راح ادرسه، والهورن وين راح ادرسه فقط، مقارنات، وهذا انتم مطالبين به. بالنسبة للابيديرمال دريفيتيفز اوف بيرد، اول شيء البيك، حتى اول شيء المنقار، والمنقار طبعا يستخدمه بالبريدينج والنيستينج، ويعني بناء الاعشاش، والطعام يستخدمه الطير، عنده هواي استخدامات، وحتى ينظف نفسه بواسطة المنقار هذا، وهو عبارة عن مادة كيراتينية متفخنة حالة وحالة للظفر، وحالة وحال اي مادة كيراتينية هو هذا تكوين المنقار. وتعرفون انتو تختلف المناقير في الطيور تبع لطبيعة تغذيتها. ثاني مشتق هو بشري، لازم انتو تركزون بيرد ابيديرمال دريفيتيفز، لان هذه الحيوانات هسه كلها دا اذكرها ابتداء من الماملين انتهاء بالانفيبيان، ما عندها اي مشتقات ادمية، يعني كلها ابيديرمال ما عندها ديرمال. الديرمال تبدي بالكائنات الاقل تطورا اللي هي بالاسماك وبعض الزواحف. الزواحف صحية من الحيوانات اللي يعني نوعا ما اكثر تطورا من الاسماك، لكن فقط بالسلاحف عدها، بس مو لها الخارجي، سنأتي على شرح ان شاء الله. اذا عدها فذر وعدها مخالب وعدها حراشب. فمن اسئلك ليس the epidermal derivatives of birds، ايش تقول لي؟ بيك، فيذر، كلاو، اند سكيل، فقط هذه تعدد لنا بهالشكل اربع كلمات لا غير. من اسئلك على derivatives بالماملين ايش تقول لي؟ تقول لي الهير والكلاوز واللي ذكرناهن احنا، همين الخمسه اللي ذكرناهن، يعني بدون اي شرح، فقط كلمات، فقط كلمات. وقد اخاف اسالك وين يوجد هذا الشيء، التعود تذكر. طبعا هذه هي الريشه تتكون من اجزاء، هذا الجزء الرئيسي اللي مثل النايلون او مثل الماده البلاستيكيه نسميه الشفت او الراكز. هالراكز اخذوا له قطعه من الراكز كبروها، لاحظوا بهذا، طبعا هذا هو الراكز، هذه مثل استعفات الكبار الطالعة نسميها بارب، وهذني كأنما الشعيرات اللي طالعة منها السعفة الصغيرة نسميها الباربيول. بارب هذه الرئيسية، هذا هسه شفت، هذا شفت، وهذه بارب، وهذه باربيول. زين شلون ترتبط سعفة بسعفة؟ لو خلينا نسميهن ترتبط بواسطة الهوكس هذه، فلذلك انتم محركين، يعني شوفوا ريشة وحركوها بالعكس راح تشوفون كأنها ما تنفتح، ردوا رجعوها للأمام راح تشوفوها ترجع تصير سموثي مثل ما كانت بسبب هذه الهوكس. هذا هنا هذا الجزء مهم جدا. من أسئلك من شنو تتكون الفذر؟ تقول لي شيفت، بار، باربيوس، أند كلاماس. شنو هو الكلاماس؟ هذا هو الكلاماس اللي راح تنغرس به الريشة بجلد الطائر، اللي راح عن طريقه يصير التجهيز الوعاء الدموي والعصبي. واضح؟ إذا من نسألك parts of feather تقول shift، barb، barbules، and calamus. shift، barb، وهذن الصغار الطالعات barbules، واللي يربطهن هو الهوكليتس. إحنا ما نريد الهوكليتس، فقط تقول لي calamus. هذا هو الكلاماس، هذا الجزء طبعا بفتحة علوية وفتحة سفلية، انتم شايفين انه الريشة مجوفة حتى كانوا يستخدموها للكتابة. هذا جزء من الريش كلي تش نسميه كجزء، يعني مو كتركيب، نسميه الفين، نسميه الفين. هذا انتم مطالبين، انا اريد فقط هذني الاربعة. من اسئلك part of feathers قد يجي انك فراغات تكتب لي هذني الاربعة، عداهن ما اريد. من اسئلك شنو هي المشتقات اللي موجودة بالطيور تقول لي بيك، فيذر،
and clubs وسكيلز أربع شغلات هاي تحفظوا ليها من الطيور. طبعا هل الريش بجسم الطائر نوع واحد؟ لا طبعا. ريش الذيل تشوفون واحدة تكافئ اللخ، هذا هو النصل أو الشفت، وحدة تقابل اللخ، هذه البارب والبلب والباربيوز على هالجهة تقابل هالجهة. أما ريش الطيران فبالعكس، أحد الجهات تكون طويلة والثانية قصيرة. يعني هاي احنا نوضح لكم انه يعني الريش اللي موجود بالطائر ترى مو شكل واحد، يعني بجسم الطائر نفسه مو شكل واحد. هذه يسموها سيم بلوم، هاي يسموها بلوف سيم بلوم، هاي فلو بلوم طبعا، هذا وهذا يسموه البريستل. هذا كل مكان اسد تشوفون ريش الصدر بالطائر نفسه، نفس هذا الريش، هذا الريش يشوفه فقط بالجناح، يسموه الكاونتر فيذر، يوجد بالجناح وبالذيل. ركت راس اللي موجود بالذيل وميجز اللي موجود بالجسم، وريش الطيران هذا يسموه ريش الطيران، وهذا للتوازن. اما هذا الجلد اللي الريش اللي يصير جوا، واكيد انتم شايفيها خاصة اللي عندهم طيور او يربون طيور، هذا الداوني اللي لما يسوي هاتشنج يكون شايفين الكتكوت ليش هيك منفوش يكون، لان كل الريش عنده بلافي، هذا الداوني في ذا. وهذا طبعا ايضا يوجد تحت تحت الريش هذا اذا تلاحظون، هذا كله انتم مطالبين به فقط للاطلاع. طبعا هذا تلاحظون هسه مثل ما احنا ما شرحنا شلون ريش الجناح جزء منه يكون سميك او عريض، والجزء الثاني يكون انحف من عنده وهكذا. هذا هو ريش، وهذا شلون ارتباطه بالعظم، كل هذا انتم غير مطالبين به. هذا كذا راح نجي على الريبتيليا. الريبتيليا ايش عندها؟ دريفيتيفز، عندها سكيل تغطي جسمها، عندها كلاوز، وعندها اكزوسكيلتون ان تيرتل اللي هو الغلاف، هذا صدفت السلحفات، ها شوي اعتنونا بيها، صدفت السلحفات الجزء الخارجي لها. هسه السكيل هاي هسه احنا شرحناها، طبعا الجلد هذا راس السلحفات وجسمها وايديها متغطى بهذا الحراشي، بينما عندها بعد ايضا اضافي شنو عندها؟ هذا الكرباس، الصدفه مالتها الجزء العلوي من الصدفه نسميه كرباس، والجزء السفلي البطن اللي يصير زاحف بالقاع نسميه البلاسترون، الصداره الكرباس والبلاسترون الصداره. هذه جدا مهمه، هذن الكلمتين من سألك الاكزوسكيلتون اوف تيرتل فقط قول لي كرباس وبلاسترون، ااشر لك على الجزء العلوي قول لي كرباس، ااشر على الجزء السفلي قول لي بلاسترون. هذه مهمه جدا 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 تنحفظ. من اسئلك الريبتيريا ايش عندها دريفيتيفز؟ تقول لي سكيل كلاوز اند اكزوسكيلتون اوف اكزوسكيلتون، اكزو يعني خارج، سكيلتون الهيكل الخارجي، للسلحفات يعني الصدفه بين قوسين، الكرباس الجزء المحدب، والبلاسترون الجزء اللي يكون ويا القاع، الجزء البطني منها يعني يسموها الصداره. هذه مهمه، هالكلمتين مهمه تجيكم بالامتحان. هذه هي الصدفه، فاذا قلت لك وات از ذيس يعني ايش تشوف؟ تقول لي كرباس اوف تيرتل. من اقول لك على هاي شو تقول لي؟ تقول لي بلاسترون اوف تيرتل. ايش متغطيه هالكرباس وهالبلاسترون؟ لو يعني لو انتم شايفينها لو بالمختبر كان شفتوها مثل كانما عباره عن قطع فوقها، شلون كانما ورق ملزوق فوقها. هذا الورق نسميه سكيوتس. نسميه سكيوتس. هن عباره عن سكيل بس كلش متصلبه فيسموها سكيوتات. انتم ما طالبين بهذا كله. انتم مطالبين تعرفون انه للسلحفات كرباس وبلاسترون، الجزء هذا المحدب يكون اسمه كرباس، والجزء الفلات اللي يكون ويا القاع اللي يكون ملاصق للقاع نسميه البلاسترون، والكرباس والبلاسترون مرتبطين ارتباط وثيق بحيث من نريد نشرح السلحفات لازم ينقص بالكوسترا، يلا تقص نفصل الجزئين عن بعضهم. هذه قلبناها للصدفة على بطنها يصير مثل الطاسة من نقلبها، فهذا الجزء الداخلي يسموه الديرمال دريفيتيفز. هذه هي من نقلب الصدفة، هسه من فوق الصدفة عندها سكيوتة، ومن نقلبها على بطنها اللي يصير مثل الطاسة إذا قلبناها داخل هذا الكونتينر أو هذا الجزء، أو خلينا نسميها يلا على متشبيها لكم كأنما طاسة أو فد كونتينر، هذا الجزء نسميه ديرمال. هذا أنتم كله ما مطلوب من عندكم، هذا كله انتم مطلوب، انت المطلوب من عندك تعرف انه وات از ذا بوينتد بارت، تقول لي كاراباس اوف تيرتل، وات از ذا بوينتد بارت بلاسترون اوف تيرتل، وهذا السؤال يجي بالامتحان باذن الله. اما
أما بالنسبة للأنفيبيان تلاحظتوا بدينا من الماموليان الأكثر تخصصا وتطورا ونزلنا وصلنا للأنفيبيا ما لقينا أي درافيتيفز سوى رف وكورس سكين، يعني فقط راح أشوف أنه جلدها يكون سميك ومحبب وكأنما بيثآليل، وبالفعل يقولون يطلع الضفدع فالول، هو بيفالول ما يطلع فالول. فإذا أنا سألك إيش عدة derivatives تقول don't have any derivatives، أخاف نجيب لك إياه صح وغلط. قد يجيك هذا السؤال صح وغلط، أقول لك amphibian have epidermal derivatives، تقول لي no ما عندي، فقط جلده سميك أو خشن وكورس يعني محبب بي مثل النتوءات، ما عنده أي derivatives. راح نجي الآن للأسماك، تلاحظون وصلنا amphibian نزلنا، إحنا دا ننزل بالسلم التطوري. الأسماك عندها سكيلز، بس هذني السكيلز شي يسموهن فيش وذ ديرمال، هناك كلهم كانوا ابيديرمال اذا تتذكرون، كلهم كانوا المسمى مالتهم ابيديرمال. الا من وصلنا للاسماك بدينا فقرة الديرمال، هذه ركزولي عليها النقطة، الاسماك حراشفها ديرمال. من اسألك the scale of skin initiation from dermal أو called أو يعني نسميها dermal scale، هيك السؤال يجيك، هذا يجيك فراغة صح وغلط. احفظ حراشف الأسماك أدمية، حراشف الأسماك أدمية. هاي بها أنواع، سايكلويد يعني دائرية موجودة بنوع من الأسماك، اكتينويد تشبه السايكلويد بس شبيهة من النهاية، تكون بيها الطرف احد اطرافها يكون مدبب، اكتينويد يعني مشطية، يكون مثل المشط سباين اور كتني يعني مثل المشط. هذه الغانويد تكون غاينويدية تشبه وتوجد بانواع من الاسماك وتكون تشبه يعني معينية الشكل، اما هذه فهي البلاكويد اللي درسناها بالشارك، فقط بالشارك تحفظ لي مثال من اسئلك على بلاكويد سكيل قول لي بالشارك. هذا كل هالأمثلة ما أريد، فقط تعداد سايكلويد اكتينويد. أقول لك شنو أنواع types of scale، هذه تحفظها حفظ اسمك. What is the type of scale؟ فقط سايكلويد اكتينويد غانويد كوزمويد and بلاكويد. طبعا الكوزمويد موجودة بالأسماك المنقرضة extinct fishes والديرمال armor، يعني صفائح عظمية عندها وصفائح أدمية، وهاي أسماك منقرضة. يعني أنا ما أريد أي مثال لأي نوع من هذه السكيلز، فقط تحفظ لي التعداد سايكلويد اكتينويد غانويد كوزمويد اند بلاكويد، بس بالبلاكويد احفظ لي أنه هي بالشارك. هذا الفرق ما بين الاكتينويد كله غير مطلوب، هذه الصورة اللي عندنا بالمختبر أصلا، هذه أيضا هذه غانويد وهاي الكوزمويد، هذه الصور وهاي البلاكويد اللي هنا انتهى المختبر. أشكر استماعكم.